اقرأ فبسم الله يحتفل الوجود حبا ويسعد. اقرأ كتاب الله معجزة الخلود. اقرأ محمد. اقرأ لتبتسم الحياة والعدل يبلغ منتهى. وإذا ترنمت الشفاء ستردد الدنيا صدى. اقرأ ويشرق من حراك فجر يطل على الورى. هاد لهم مبشرة، هاد لهم مبشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم آياته: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شباب القرآن. اللقاء الأول في هذه الحلقة لفئة 20 جزءا مع تحفة الأطفال، ويشارك فيها متسابقان اثنان. تتفضل المتسابقة الأولى للتعريف بنفسها. نسيبة محمد عبد اللطيف، جمعية معاد العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية. مرحبا بك نسيبة. يتفضل أيضا المتسابق الثاني للتعريف بنفسه. الاسم أكرم محمد بن محمد، جمعية البيحاني لتعليم القرآن الكريم، عدن. مرحبا بك أكرم. الآن تتفضل لجنة التحكيم لطرح الأسئلة على المتسابقين. نرحب بالمتسابقين ونبدأ بالمتسابقة نسيبة في سؤالها الأول. تسمعنا من قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أحسنتي بارك الله فيك. والسؤال الثاني: اقرأي من قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير
ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أحسنت وبارك الله فيك. وننتقل للمتسابق الثاني الأخ أكرم محمد راجح ليسمعنا في سؤاله الأول من قول الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. أيوة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني أسمعنا من قول الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم
فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أحسنت وبارك الله فيك. وننتقل إلى أسئلة المتن، متن تحفة الأطفال مع الشيخ عبد الله مأمون. نرحب بالمتسابقين ونطلب من الأخت نسيبة اسمعينا من تحفة الأطفال 5 أبيات من قول الناظم: وإن يكون مخرجا تقاربا، وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن، أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل، كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو. أحسنت. ننتقل إلى المتسابق أكرم، أسمعنا من نظم تحفة الأطفال 5 أبيات من قول الناظم: ثانيهما إدغامها في 4، ثانيهما إدغامها في 4، وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صر رحما تفض ضفدان عم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى، في نحو قل نعم وقلن والتقى. أحكام المد: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. للام إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. بارك الله فيكم. بارك الله في المتسابقين وجزاهما خير الجزاء على ما أتحفنا به من هذه التلاوة المباركة. قبل أن نستمع إلى رأي لجنة التحكيم وقبل أن تعلن لجنة التحكيم نتيجة هذا اللقاء، نبقى مع فقرة أذان ومآذن، نعود بعدها لاستئناف هذا اللقاء واستئناف الحلقة، فابقوا معنا. المسجد ماذا يعني لي؟ ديني وصلاتي ويقيني، مدرسة الهدى وحنيني للجنة ولقاء الله. المسجد ماذا يعني لي؟ ديني وصلاتي ويقيني، مدرسة الهدى وحنيني للجنة ولقاء الله. مسجد دحمان الحديدة القادم من أعماق التاريخ، المحمل بأريج الصالحين، المضمخ برقائق ورقة الأشعريين، الأرق قلوباً والألين أفئدة. تستهويك نفسك بالرحيل فلا تلبث أن تسارع بالخطو إليه. مسجد دحمان خرج العلماء والفقهاء والدعاة والحفاظ والحافظات بالقراءة 7 والـ10، وغذى مساجد الحديدة بالأئمة والخطباء. تحوي مكتبته مكتبة الشيخ عمر أحمد سيف المخطوطات الفقهية النادرة للإتقان في علوم القرآن والدر المختار في فقه الحنفية. المسجد يأتيه طلاب العلم من أقطار الدنيا كالنمسا وإندونيسيا وماليزيا وكندا وباكستان والهند وأمريكا. يطمح القائمون على المسجد في بناء مستوصف خيري مجاني، كما يطمحون أيضاً
إلى إيجاد مبان ملحقة بالمسجد تكون نواة لأزهر اليمن في مسجد دحمان. يعتبر جامع دحمان من الجوامع الأثرية المباركة المشهورة في مدينة الحديدة، وهو يقع في شمال غرب حارة الهنود بمحافظة الحديدة، وهو يقع في موقع هام إذ تلتف حوله قرى متعددة فتحيط به أو تجاوره أو تحده حارة الشحارية وحارة الصديقية وحارة الهنود والمشرع، وعلى مقربة منه الحوك بقسميه الحوك العليا والحوك السفلى على مقربة منه. وقد أسس هذا الجامع في عام 1311 هجرية، بناه المحسن الكبير محمد بن عبده دحمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد أن استمعنا إلى تلاوة المتسابقين، نستمع الآن إلى لجنة التحكيم لتعلن نتيجة هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدع المتسابقان في هذه الليلة، وكانت درجتهما امتياز كلاهما، إلا أننا نأسف أن يفارقنا في هذه الليلة المتسابق أكرم محمد بن محمد راجح جمعية البيحان الخيرية، حيث سينال جائزة هذه الليلة
لحصوله في الحفظ على 49 درجة.